وي سي نبيل، تحياتي. سافا سي بخير. سلام كي داير؟ الله يبارك فيك، الله كيفاش يحفظك. الوضعانية؟ الحمد لله. اش يمكن لك تقول لنا على هذا الماتش ديال الفتح؟ بغيت تقول شي حاجه؟ وي يا خويا، انا البارح درني خاطر في هذاك الماتش ديال الفتح، لانه بلي بلاتي بلاتي كاين القطاع، خليني نعيط لكابي نورمال. خليني نعيط لكابي نورمال بلاتي. باش ما يوقف القطاعات كيخربقوا. بادون نبيل، وي فوالا. هاكا شنو تصنتو على خاطرنا وكنا نناقشو ونستافدو. مابين نورمال مكاينش. وي فوالا، تفضل كمل هضرتك. قلت لك السي يوسف البارح وكان عندنا منتدى في المستوى، وي وجبنا 3 بوان البارح. فعلا الفتح كان من الغرور، ماركينات دي الثالثة الفتح بقات لعبة الدور، يعني ما كاينش. واخويا واش ما عندناش مدرب في المستوى؟ واش ما كيجيكش؟ انا كنقول لك دابا انا هذا دوزيام ماتش سكسيسيف، يعني بعد ماتش ديمي فينال كل بارح. لي شونجمون ما ماشي هما تقول كي داير لا، غلط 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 في لي شونجمون. دوينا على هذا الموضوع، غلط غلط ما درتش شي حاجه. هذاك الورد يدخل اوكين فالور اجوتي، ما درت حتى شي حاجه. لا والو، دخل مبنج، دخل متالف تالف تالف. لا والو مسكين، والله الا البارح الوردي اول مره كنشوف هذيك الحاله، تالف مبنج. علاش عندك مكعازي؟ علاش ما دخلش مكعازي؟ كازي نورمالمون كان يدخل المكازي وكان يخرج الحفيظي. حفيظي هو ما كانش مزيان البارح، شويه طار شي كوره. والو والو والو، الحفيظي البارح ناقص، ما كانش غير الحق. ما كانش كيتريني. وما ننساوش واحد القضيه نبيل، ما ننساوش واحد القضيه، الحفيظي البارح راه كانوا دايرين ليه الماركاج. هو كيتولي جوج، ما كاينش جوج كيمشيو ليه. فوالا الحفيظي، لا كلي جوج ديال الراجل هو هذاك والحفيظي كيحاولوا يخنقوه. وهذا بعد ذلك خرج شويه الكواري. المهم لي اونبرو، وهذا خويا نبيل، هذا خويا نبيل، هذا علاش كناديو بالنفاتي. جماهير الرجاء والله العظيم الا ذواقه وكيعرفوا الكره مزيان، علاش الجماهير كلها بغات النفاتي؟ شو دابا النفاتي، شوف ملي كيكون عندك النفاتي كوم مونور دو جو ما كتبقاش، واخا يكون الماركاج ما يصوروا منه والو. نلعب كيلعبوا موفمون، ما كيوقفش، كيوقف ويمشي لهنا ويديماركي ويت تي فوا. شحال هادي، شحال هادي العقلتي قبل كاع ما يبداو، قبل ما يبداو الميركاتو، قبل ما يبداو كاع الاعتدالات. باش كنت بارك معاك القهوة قلت لك هذاك الدري النفاتي ديال وجده اللي كان في الفتك، اللي هذاك الدري مزيان ما كرهتوش في الراجل. اش راه تقريبا راه بلي كوتيمو ولا كثر باش مع الاسف، مع الاسف. وحاجة اخرى يمكن، واش نقدر نكون غلط ولا انا يمكن ما كنعرفش نتفرج. الناس اللي كيشكروا لاري ضروري يقول لك دار ان بو ماتش. انا دويت عليه دابا، دويت عليه دابا، ما كاينش. شكون خصو الخدمه مسكين، خصو يخدم بزاف. هذاك شي كواري مره مره، صافي هذاك الشيء اللي كاين. انت ما كتبان لي فيه هذاك لو فولي اوفونسيف، ما ديفونسيفمون الى تري فابل. الناس باقي كيطلقوا عليه في الاشاعات اخويا نبيل، راه بغاتو فرقه من ما تجبدوه، ما عرفتش منين جبدوا لك الفراخي، من هولندا، فرقه من طاليان، ما عرفتش كي جبدوا لك التخربيق ديالهم. الله يحبك المقهوليه انتوما، واش كنتو كتظنوا الاوروبيين عميين؟ واش ما كيشوفوش؟ راه كيشوفوا، راه كيعرفوا اللعاب. هذوك السي يوسف كاع هذوك الحي حل، كيبغيو يطلعوا الكوطه ديال اللعاب. واه وضرك داك الشيء اللي الدارجه كنجيو اللي هو ضرك راجل دابا اول الاولويات ديالها، اول الاولويات ديالها عن دوزيام كارديان في نيجيريا، ولا مؤخرا ما بقاش المستوى ديالو. عن دوزيام كارديان اللي خصو ياخذ لا كونفيونس. وي والضروري انا ريال غوشي اريال دروح، راه ميمكنش. شوف راه خلاها فاخر، لا يذكروا بخير، واخا حنا كنقولوا ديما فاخر فاخر، كيقول لهم انا كيبدا بلا ديفونس كيخصو ديما. راه دويت عليها قبيله، انت كيبدا بلاكس من اللي جا بدا بالرباطي والحاجه، ومن الاول يحطهم الرباطي وبالمعلم، الرباطي وبالمعلم حطهم بجوج. ما ماركاش عليا بدا لو جو ونقلب انا البيت. الا قلنا ديما فاخر كنا ديما كنربحوا. شنو هو الريزلت ديال الراجل كيفاش كتربح؟ واحد لزيرو، دائما جوج لزيرو جوج لواحد، جوج لواحد كيماركي جوج بيوت كيسد لك اللعب، ديك لا ما كيبقاش هو كيقلب على الفراش كيسد لك اللعب كيلاسي ولا غير ريزلت. لا مي كتماركي كيتماركا هذيك كيتماركا هذيك البيوت فاسيل، مو جوج بيوت هذيك الضحك ديك
دو ديال جبيرة سي مدكور ما كاينش بلاصتو سي إلياس الحداد طاح اللفظ إلياس طاح اللفظ شي هادي فوس عندنا كيديرها والكون طايح حتى هو بومبات في الأرض وطلعات فوق منه ترى شوف ترى هادوك والله العظيم اللي خصهم 100 جلدة بالله هادوك ما خسرناش كاع شي حصة ثقيلة الحمد لله نشكره لأن الوقت اللي كانت بحال في 2-0 حتى هما كنت وكانت عندهم شي فرقة مزيانة وأقوياء راه يزيدوا مازال حتى والله تيعطوك شي 4 ولا 5 هادوك مساكن انتوما فرحوا ديك 2-0 فرحانين بها وناشطين ويتصوروا وداك العيد في التريكو صافي دابا 2-0 ومع ديك لا ديفونس اللي كانت عندنا والكول اللي ما كانش كان ما عرفتش دماغه باقي مع لا سيليكسيون ما كاينش مع الرجاء يعني كانوا يقدروا يزيدوا اوغوزمون هما رجعوا الله قالوا بغاو ياثروا ديك الريزلت في بروميير ميطون باش يبقاو 2-0 ويدخلوا الشوط الثاني دولاب مي اوغوزمون جات البيلاتي اللي حل الماتش اما زعما كيما قلت لك اولى الاولويات هي لا ديفونس مي قاد لا ديفونس عاد نقلب ولا شي ميليو تيرا ولا لاباك نقدروا نلعبوا داكشي اللي كاين عندنا حاليا نقدروا نلعبوا مي ديفونسيفمون فهادشي اللي كاين اون بو با كونتيني رانا زعما ما كانش رونفورسمون ديال لا ديفونس في هاد الميركاتو اللي جاي ما نعودوش على لا ضروري خاص كاريان دروا والبارح بقى طلع هذاك سميت واحد اللقطات كنشوف انا هذاك الشيبي طلع عطى واحد لاسيست ديال البيت ديال طنجة هو اللي عطاها اي والله شيبي شنو ماتشات ديال الاهلي وديال الزمالك وديال الترجي فاتي راه تبارك الله كتشوف لي ديفونسور والله يا خويا اللي كيبقى فيك الحال واحد وانت سميتو انت لاعب مذكور ولاعب سميتو الشيبي نيت الشيبي ما فخرش الفخار كيديرين تبارك الله والوقفه كيديرها تبان ديالها كيديرها كيتهز براس شتو واش كيضربوك بحال الكورنيرا صاحبي واش هذاك ولد الله جا ما تجيبوش بحال هذاك شحال تعطيه فيه كاع عطيه فيه لعاب وزيدو من الفلوس كاع وجيبو انت تهنيتي من هذا اولا لعاب مسكين رجيلاتو قين واقف كيطيح بوحدو ما هو اللي لعب كريم ضروري تخرب هذاك الدري ولد الراجا هذاك الزرعون اللي ماركا عندنا البارح البيت ولد الراجا نجيب لعابه صحارى وقت الصحه هذا علاش اللعابه ديالنا حنا اللي مزيانين كنلقاوهم يمشيو وكنخليو هذوك اللي جاهم في سميتو كنخليهم عندنا كنبقاو نفضحوا بهم هادشي اللي كاين تمنى الله وكباري كنبريطيهم وكنبيعوهم بشريه كنبيعوهم ب 20 مليون نتمنى الله التيسير اخويا نبيل ونتمنى ان شاء الله انه السلام يفيق معنا في هذا الماتش الجاي ويقاد الفرقه ديالته على الاقل يرجع لنا الورف لي مع الهدهودي في لاكس دو ديفونس على الاقل سميتو الهدهودي اللي ما لعبش البارح ما عرفتش انايا حتى انا ما فهمتش يرجع لنا هذوك بجوج ويرجع لنا الشاكير اريان دروا الا ما لعبتيش الهدهودي دابا باش يدخل مع الفرقه بريباري لك وبضرب ما فوقش غادي تلعبو وييه هذه الفلسفه الخاويه هي هذه شكرا خويا نبيل كنشكرك على هذا تبارك الله عليك فرصه سعيده تبارك الله تبارك الله